السلام عليكم شباب، اليوم معنا اخبار تسريبات جديده عن فورتنايت. فقبل ما نبدا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه وتفعلوا الجرس، ولا تنسوا تحطوا كود الايتم شوب اهم شيء عندكم يا شباب AKOO. يلا خلونا نبدا بالتسريبات. اول شيء يا شباب، تسرب معنا امبارح حزمه جديده لفورتنايت، حتكون معنا بسعر 16 دولار، وطبعا هو بيشبه سكين دريفت او الدريفت هو بشكل عام، وراح تنزل معنا يوم 19 الشهر. هاي اول تسريب معنا بهذا المقطع. وطبعا الحزمه معها غير السكين 2000 في بوكس، تمام، ولا تنسوا كمان سعرها 16 دولار، ومعها 2000 في بوكس، وفيك بجلايدر وبيكاكس والسكن و2000 في بوكس. كم مره قلت 2000 في بوكس ما بعرف. المهم يا شباب، هاي هي اول تسريب معنا بهذا المقطع. وثاني شيء معنا بالمقطع يا شباب، تتذكرون السمكه الذهبيه اللي كانت معنا بموسم مايدس، او اللي كانت معنا بالسيزون 1 شابتر 2 اول سيزون، كان في معنا سمكه ذهبيه جدا نادره لتطلع. حاليا السمكه رجعت الى اللعبه، وكمان اغلب نفس الندره صعب جدا انه السمكه تطلع لها. وعملوا تحدي يا شباب، اللي بيطلعها بيكون يعني اسطوره يعني، وبياخذ جوائز، بس ما اتوقع حدا يطلعها لانه صعب كتير. قوه فينوم وكارنج الخارقه راح تغادر في 18 اكتوبر، وفي هذا التاريخ متوقع عناصر هالوين انها ترجع يا شباب. عناصر يعني بيوم 18 الشهر فورتنايت راح تحذف قوة كارنج وقوة فينوم اللي فيها جلايدر وفيها قوة وسحب، وصراحة هذا بالنسبة لي خبر مفرح. وبنفس اليوم اللي حيتم حذف فيه هذه الاشياء راح يتم اضافة عناصر الهالوين اللي شفناها قدامكم حاليا. ونجي للتسريب ممكن يعجب الكل، كلكم تعرفون سكن مسلسل الحبار او لعبة الحبار او سكواد جيم، هذا مسلسل كوري واسطوري الصراحة. المهم شايفين هذه الممثلة شايفينها قدامكم بالصورة حاليا، علقت قالت اعتقد ان شيء بيحتاج العالم، لان عندما العبها مزاجي يتغير للافضل. تقصد انه لما تلعب فورتنايت انه مزاجها يتغير للافضل، وهذا الشيء ممكن يا شباب بالمستقبل او بالايام القادمة فورتنايت تسوي تعاقد مع الشركة او السكنات تبعت هذا الفيلم لسكواد جيم، وممكن نشوف سكناته داخل الايتم شوب. اعطونا توقعاتكم عن هذا الموضوع يا شباب، هل هذا الشيء ممكن يصير حسب توقعاتكم ولا لا؟ واخر شيء معنا يا شباب، راح يكون معنا سكن من سلسله ذا ووكن ديد، وحترجع معنا السكنات القديمه، تمام، ومعنا هذا السكن اللي شايفينه قدامكم حاليا، واسمه سكن تقريبا ريك غريميز، حينزل معنا في الايتم شوب تقريبا في الايام القادمه. وهيك جمعنا لكم كل التسريبات معنا بهذا المقطع شباب. اتمنى لو عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه وتفعلوا الجرس، وكود الايتم شوب AKOO. بيس اوت. Going back, shawty with me, I stay.